محمد إسماعيل خصيم حرفي من حلب، ورث حرفة العمل على النول العربي عن والده الذي توارثها عن جده. أحب هذه الحرفة وعمل فيها منذ السابعة من عمره، أبدع فيها وتابع معها مسيرة حياته، تعلق فيها وارتبط معها لدرجة أصبحت فيه تمثل جزءا من حياته. أدخل عليها بعض الرسومات الصعبة مثل الرشواني والبركلي والأنتاكلي والكردي وغيرهما. أنا الحرفي محمد إسماعيل خصيم، مهنتي النول اليدوي القديم التراث. أنا نزلت على المصلحة طبعاً من والدي، أخذتها من والدي ولحد اليوم والدي معي. نزلني على هالمصلحة، يعني أنا أول ما وعيت على الدنيا شفت الوالد عم بيشتغل بهالمصلحة، حبيت الفكرة وحبيت شغل الوالد ونزلت معه. عمري كان 5 سنين تقريباً للأربع ونص هيك شيء، شفت الوالد عم بيشتغل فيها وبلشت فيها بهالمصلحة. والله مثل ما حكينا شفنا انه انا عمري 4 سنين ونص نزلت على النول. هلا انا ما نزلت راسا مباشره على النول، عمري 4 سنين شفت الوالد، شفته عم بيشتغل على النول اليدوي شلون عم بيشتغل. سالت الوالد انه يعني بحكيها عامه انه يو بدي اشتغل معك ايش وشلون، قام جابني بركني معه جنبه، صرت اتفرج عليه شلون بيشتغل شلون هاي. هلا اول ما علمني شافني ابوي انه حابب هالمصلحه بدي اشتغل فيها، بركني جنبه يطالع القطعه بدها تعقيد، بدها تعقيد السده مشان ما تملص، برك علمني اياها كل 3 خيطان ابرك عقدهم اضبطهم. شوي شوي شافني انه ختمتها هي، صار يعلمني انه شوف تع لبركك على الدولاب، حطني جنبه الماسوره. هلا انا عم بحكي بدايات النول، هذا النول بيجي الماسوره اول شيء بتلف عليها الخيط، الخيط كان اولي يجينا غزل. المهم بركت صرت اتعلم معه شوي شوي، علمني على لف الماسوره اللي بتشتغل فيها القطعه مشان النول، بركت تعلمت عليه وصرت اشتغل. كان يجينا في عنا نحن شلل طيار وما طيار، يعلمني شوي شوي. عمري 4 سنين 5 سنين وصلت للستة ولسه ما بصير أبرك على النول، يقول لي ما بصير. أتعلم 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 شوي شوي. هلا في شغلات إنه أخربط فيها، الوالد يعني كتير شديد وكتير إنه بدي يعلمك الشغلة إنه بدي تستمر فيها. أنا حذرني وقت كنت صغير، طبعا أنا واعي ها عمري 5 سنين أنزل من مدرستي وأجي لعند الوالد. صرنا نشتغل شوي شوي، عطاني بروك يا ابني شوي بركة، أول حتفة باكل كفية، تاني حتفة قال لي قوم تركني إيدك وطلع لبر. يابو ليش؟ قال لي ما راح يمشي حالك. قلت له لا بدي يمشي حالي. بركني بحدود السنة جنبه على الدولاب، ختمت الدولاب اللي منلف فيه الماسورة وشوي بعدين قال لي تعا مسكني النول. النول اللافوك اسمه، له طول مسكة حسب الأصابيع مشان يدخل بقلب السدة، الحتفة نحن نسميها هي الحتفة، مشي اللافوك جوا مشان الحتفة مشان ما ينقطع معك خيط. هلأ هو صعب شوي بالبدايات بس شوي شوي صار أنه صرت أتعلم، صرت هاي صرت أشتغل. بعدين ما يعني لو هاي ضليت شي سنتين ونص لحتى بركني على النول. هلا اول ما اشتغلت مخدة عرضها 70 طول متر، طبعا هلا هي موجودة بنشوفها بقلب الشغل، والنقش وما نقش. النقش اللي عم نحكي عليه كمان يمكن يعني اكلت قتل لبين ما من قبل من والدي لبين ما يعني نحن مصلحتنا كتير دقفة كتير حساسة، وهذا النول بده حقه انه تجي تبرك انه اللهم تعلمت، لا ما بصير. هي بداية تعليمي. المدرسة كنت اروح على المدرسة افيق الساعة 6:30 7، انصرف 12 ونص ادخل على يجي الوالد قال له انه بدي اروح اكل روكول، الوالد يقول لي انه روكول رودروس، قال له ما بدي
بدي أتعلم. أنا حبيت هاي المهنة، حبيتها وعشقتها، إنه شغلها هين، شغلها بصير كله بالجسم، بحركك كل جسمك عم يشتغل. ومشينا فيها والحمد لله هلأ طالع فيها على النول وإن شاء الله خير. كان قديماً يصنع الخيوط ويقوم بصباغها بالألوان المختلفة، إلى أن تطورت الحياة وأصبحت الخيوط متوفرة بعدة أنواع وألوان، مما أسهم في زيادة الإنتاج. ويتميز النول العربي بالدقة والجمال والمتانة، وأصبح يمثل روح التراث السوري من حلب. هلا نحن بنسأل كتير إنه إيش خصوصية النول، ميزته عنكم، عم تشتغلوا بهالنول مستمرين فيه؟ هلا نحن مستمرين بالنول إنه هذا النول روح، إنه أنت اللي عم تخلقه فيه أنت. يعني أنت اليوم، أنا بالنسبة إلي، أنا بحكي عن حالي، أنا اليوم وقت اللي بشتغل بالنول بحط جهدي ونفسي وروحي كلها في هالنول، تعبي كله. طب ما في مشكلة أنت عم تشتغل لحالك؟ لا، مو هون الموضوع. اليوم الموضوع إنه عم نحكي على قطعة أنت طالعتها من عقلك، ما والله جيت حطيت كمبيوتر وما كمبيوتر وصورة وهيك، لا أنت. وبالنسبة لجودة القماش، يعني اليوم أنت جودة القماش اللي عم تشتغله، هذا الجودة هي، أنا اليوم بروح بشغل مثلاً على ماكينة نسيج آلية كبيرة، بجيب القطعة حدا أقل شيء 3 أشهر، شهرين 3، لا أنا قطعتي بشغل لك إياها وبعطيك إياها. بالنسبة للنون بعطيك إياها إنه خده بعد 2 سنين، بعد 3 سنين جيبه وخد حقه. ليش؟ بقول لك إنه ليش، إنه هاي كل ما عتقت كل ما جوهرت أكتر. قطعة النول اليدوي ومعروفة كل، يعني هلأ بالنسبة لمصلحتنا، وطبعاً في إن جماعة بيشتغلوا مثل زملائنا بنفس المصلحة. هلأ بالنسبة لي أنا أكتر العالم قرايبيني بيشتغلوا بهالمصلحة، كليتنا عم نشتغل فيها، بصير معنا هالحالة هاي، إنه ليش أنت هيك عم تشتغل؟ إيش السبب؟ السبب إنه القطعة هاي نرجع من عيدها، إنه جودتها وروحها فيها، روحها فيها. هلأ كنا أولين نشتغل خيط الصوف القديم، هداك روح، يعني جايبه خيط غنم. إيش الخيط الغنم؟ خيط الغنم إنه هو جاي من روح من هالغنمة هاي، منجيب هالخيط بسووا فيه، كانوا غزالات يغزلوا، الله يرجعنا لأيامه، كان شغلته شغلة هداك. كنا نشتغله تمسك القطعة تحس حالك إنه يعني اليوم عم تشتغل هالقطعة هاي، تمسكها في إيدك بتمدها تبرك عليها تلاقيها غير شكل، غير هلأ اللي عم بطلع الموكيت وما موكيت وهالشغلة. بالنسبة لأننا نحن مثلا هلأ عندي أنا أخوالي، عندي عمامي، ويعني نشتغل كليتنا على هالترتيب، على هالروح هاي، نعطي القطعة جمالية وروح. والقطعة هاي بالنسبة لأننا نحن مثل ما بقولوا هاي نحن أخذناها عن، يعني هلأ أنا بتذكر والدي عم بقول لي إنه هذا جدي، جده لوالدي كان يشتغل هاي ولحقها من أساسها، ويعني لآخر ساعة في عمره بيشتغل فيها. قطعتنا هاي بتضمن الروح، تعطيك روح إنه معنوية، هيك يعني ريحة بتشم قطعة ريحة بس هي، الله يرجع لي الصوف، بس نرجع نشتغل بالصوف ريحته غير شكل. بالنسبة للنول اليدوي ما بوقفوا شيء، وبالنسبة للظروف اللي عدت علينا بهالأيام الصعبة اللي عدت على سوريا، نحن النول ما وقفنا، نحن النول نحسن ناخده وين بدنا. هلا بالنسبة عنا بحلب، نحن بأي بيت، على فكرة إنه بأي بيت تدخل عليه طبعا بتضمن مصلحتنا، إنه الصانع اليوم أو مثل مثلا الحرفي. هلا أنا عندي نول في البيت، في البيت بشتغل فيه. طيب ليش إنه أنت ضليت مستمر؟ يعني أنا ضليت مستمر لأن النول ما بحاجة شيء، بحاجة بس إنه أنت تشغله. الخيط يعني السدة والخيط كله بتعوض، أنت بتحسن في إيدك في البيت، أنت بتحسن تسدي، أنت بتحسن تساوي، أنت كل شيء. طب شلون أنت وقفته؟ لا أنا ما وقفته، وقفت المعامل ما عندي مشكلة، توقف إيش بدي فيها؟
ايش بدي بالعالم؟ انا الي فكره النول ميزته حلوه. اول شغله بحكيها انه النول مثلا هلا نحن بحلب جينا مثلا غيرنا منطقتنا فكيته وطالعته معي، هاي الحلوه اللي فيه، لا بحتاج لا كهرباء ولا بحتاج شيء انه يشغله، انت اللي بتشغله، انت في ايدك. طيب اعطيني الخيط، طيب ما في خيط، خلصت انا هالوجبه اللي عندي، بدي خيط. ما عندي، ما عندك بيوتك انه قطعه قديمه لبس؟ في عنا، مسكنا هالمقص وقصيته وبلفه على هالدولاب اللي تعلمت عليه، بلفه وببرك واشتغل وبطالع مثل هاي القطعه الموجوده عندي هون. كهنه سداجي هاي من خرق، طبعا اشي الخرق كنزه قديمه، بنترون قديم بنساوي. لا بوقف النول ولا عنده شيء اسمه توقيف ولا لكعة أبدا، هي قصة النول. ترتيبته الحلوة إنه وين ما رحت بتحطه. طيب أنا هلا بإمكاني بالشارع، بأي شارع قال لي نصوب النول بحطه وبنصب لك إياه، ما في أي مشكلة. طبعا مو بس أنا، كل شيء بيشتغل بالنول، كل الحرفيين اللي بيعرفوا هالنول اليدوي كلهم بيعرفوا هالشغلة. ونحن طلعنا من البيت أخذناه معنا مثلاً على غير منطقة، جينا حطينا اشتغلنا، على فكرة نحن طلعنا من البيت بالصفر، الحمد لله رب العالمين، ما نتجني غير هذا النول. هذا النول أنا ووالدي نتجنا منه والحمد لله بلشنا فيه ولهلأ الحمد لله ماشيين على النول اليدوي حصراً. عشق خصيم هذه الحرفة وعمل فيها لتأمين لقمة العيش والحفاظ على تراث الآباء والأجداد، واستمر بالعمل فيها حرصاً عليها من الاندثار ونقلها إلى الأجيال القادمة للاطلاع عليها وتطويرها. هلا طريقة شغل النول اللي بنشتغلها على النول، الخيط بيجينا كونات نظامية، نجي نلفه نحن شلون ندخله على النول، في الماسورة ناخذها هاي الماسورة كهنة نحطها على الدولاب، نجيب الخيط بنلفه بنحطه على الدولاب كهنة، الماسورة بنعبيها وتصير هاي كهنة، هاي الماسورة اللي بتشغل هذا النول كهنة، هاي هي طبعا هاي الدولاب اللي حكينا عنه بنحطها هون، ها هاي هيك شغلناها ومندخلها، هاي هي طريقة النول. طبعا النول كهنة موجود، هلا بنشرح عنه كل شيء ومبين علينا شلون تطلع عم نحكي عليه الشغل اليدوي والقطعة اللي حكينا عليها. أنا بحب إنه هالمهنة هاي والمهن اليدوية التراث، إنه كل شيء تراث قديم، من أنا بالنسبة لي بعطي رسالتي للجيل القادم إنه نحافظ على هالشي مثل ما أنا هلا حافظت على تراث والدي وأجداده. أنا بعرف إنه هاي المهنة يخدها عن جده وطبعا والده، وبتمنى من الجيل القادم انه نحافظ على هالمهن، هاي المهن اليدويه والتراث القديم اللي بتضمن شغلنا وشغل طبعا غير مهن.